هذا القانون، وخصوصا الآن أكو أكو شارع محتقن، قانون هو بالضد من 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 الحقوق اللي طالب بها هذا الشارع. يعني قصدي انه المظاهرات الحاليه اللي الطالب بحقوق، الطالب باستحقاقات جماهيريه، هذا لا يعني انه راح يمر القانون بهالسهوله يعني دون احتراض. لكن اللجنه ارتأت ان تشرك هذه اللجان بهذا القانون، وبنفس الوقت اهميه هذا القانون، ومو مثل ما اذكرت بس مسألة تكميم الأفواه، هذا الجانب أخذ حيز كبير من اللجنة واللي استضافتهم حول يعني إبعاد القانون عن مسألة تكميم الأفواه، لأنه الديمقراطية هي احترام الآخرين. يعني الديمقراطية الآن مطلوبة، يعني كل إنسان يعبر عن رأيه وعن وضعه وعن حاجاته، لكن أكو إساءة صارت من قبل هذه الخدمة الإنترنتية بالابتزاز، وخصوصاً أصحاب رؤوس الأموال، أصحاب المصارف، إساءة إلى عوائل لغرض الابتزاز. هذه كلها الشكاوي تصل إلى لجنة الأمن والدفاع حول هذه التصرفات الغير مقبولة. فالقانون يعني إحنا راعين بمسألة تكميم الأفواه، لأن يعني مثل ما تعرف الظرف الحالي هو مشوب بهذا الحالة، ولذلك يعني عيدت صياغته أكثر من مرة، والملاحظات سجلت من قبل كل الأخوة، من قبل المنظمات، منظمات المجتمع المدني، حتى يصاغ القانون يعني بصيغة بعيدة عن مسألة تكميم الأفواه وكتم الحريات. طيب،